أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العلي العظيم. نحن محاطون بعالمنا، ومحيطون بعالمنا فقط، أنا أعيش في عالم الدنيا، أنا محاط بهذا العالم، وأنا محيط بهذا العالم فقط. الجنين في عالم الأرحام محاط بعالم الأرحام، ومحيط فقط بعالم الأرحام. الميت الذي انتقل إلى عالم البرزخ محاط بعالم البرزخ، ومحيط فقط بعالم البرزخ. يعني أنا لا أتمكن أن أعرف ما يجري في عالم الأرحام، ولا أتمكن أن أعرف ما يجري في عالم البرزخ. أنا محيط فقط بهذا العالم. الجنين في بطن أمه في عالم الأرحام فقط محيط بعالم الأرحام، لا يتمكن أن يعرف ماذا يجري في عالم الدنيا، ولا يتمكن أن يعرف ماذا يجري في العالم السابق عالم الأصلاب. الميت الذي انتقل إلى عالم البرزخ لا يتمكن أن يعرف ما يجري في عالم الدنيا، فكل واحد منا محيط فقط بعالمه. بل ليس محيطا بعالمه، محيط بجزء زمني في عالمه، بالجزء الزمني الذي هو موجود في هذا العالم. الجنين في عالم الأرحام لا يتمكن أن يعرف ماذا كان يجري في عالم الأرحام، هو يعرف ما يجري في عالم الأرحام في تلك الفترة التي هو يكون هناك. أنا في عالم الدنيا محيط بالجزء الزمني الذي أنا أعيش في هذا العالم، لا أتمكن أن أعرف ماذا جرى، ولا أتمكن أن أعرف ماذا يجري في المستقبل في هذا العالم. الذي يكون الآن في عالم البرزخ يتمكن أن يعرف ما يجري في عالم البرزخ في هذا الزمن،
ماذا جرى في عالم البرزخ؟ لا يتمكن أن يعرف، لا يتمكن أن يحيط. ماذا سيجري في عالم البرزخ؟ لا يتمكن أن يعرف. بل حتى الزمن الذي الإنسان في تلك الفترة يكون في عالم، لا يتمكن أن يحيط بكل ما يجري في هذه الفترة في كل العالم، إنما يعرف ما يجري في مكانه. في هذه الفترة التي أنا أعيش في عالم الدنيا أتمكن أن أعرف ما يجري في مكاني، في بقعة صغيرة جداً في هذه الفترة. إذن وهكذا كل شخص في أي عالم. إذن نحن أمامنا ثلاثة حجب ضخمة. الحجاب الأضخم هو حجاب العوالم، أنا أعرف فقط ما يجري في عالمي، لا أتمكن أن أعرف ما يجري في عوالم ثانية. الحجاب الثاني حجاب الزمن، أعرف فقط ما يجري في زمني في هذا العالم. الحجاب الثالث حجاب المكان، أعرف فقط ما يجري في هذا المكان من هذا الزمن، من هذه الفترة في هذا العالم فقط. ولكن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام علمهم ليس هكذا، يعلمون ما يجري في فترتهم في عالمهم في كل مكان. الحدود المكانية، الحجب المكانية ليست أمامهم. أنت اذهب إلى مكان 20 طابق تحت الأرض في غرفة مغلقة، اعمل هناك عملا سيئا أو حسنا، إمام زمانك الذي يعيش في هذا العالم اليوم يعرف ماذا فعلت، ويعرف تفاصيل ماذا فعلت، يعرف كل ما يجري في عالمه في فترته، يعرف بكل الأماكن. عند معرفة بكل الأماكن، عندما أقول بكل الأماكن يعني كل الأماكن، لا على نحو المبالغة، على نحو الحقيقة. حجاب المكان ليس أمام الإمام. النبي وأهل البيت عليه وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، المعصومون الـ14، لا يوجد أمامهم حجاب المكان، بل أكثر، لا يوجد أمامهم حجاب الزمن. النبي صلى الله عليه وآله يعرف ماذا جرى في هذا العالم، بل يعرف ماذا سيجري في هذا العالم. علم ما كان وما يكون وما هو كائن. بل حجاب المكان لا يوجد أمامهم، حجاب الزمن لا يوجد أمامهم، بل حتى حجاب العوالم، حجاب العالم لا يوجد أمام رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام حجاب العوالم. حجب العوالم لنا وعلينا، ليست لأهل البيت. يعني ماذا؟ يعني هو في عالم الدنيا يعرف ما يجري في كل العوالم السابقة،
خذ إليك من عالم الذر، عالم الأصلاب، عالم الأرحام، عوالم ثانية أخرى لا نعرفها، وما يجري في كل العوالم اللاحقة، عالم البرزخ، عالم القيامة. لا يعرف فقط ما يجري في ذلك الزمن في كل العوالم، يعرف كل ما جرى وما هو يجري وما سيجري في كل العوالم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بعبارة أخرى، هذه الحجب الثلاثة لا توجد أمامهم حتى حجاب العوالم، وهذا هو الأعجب، هذا ما ربما يغفل عنه حتى بعض، أو أقول لعله كثير من المؤمنين. طبعا من حقك أن تطلب دليلا على هذا الكلام. الأدلة سمعتموها، ولكن بعض الناس غير ملتفت إلى دلالتها. كم من الروايات سمعتم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخبر عما يجري في عالم البرزخ؟ آنذاك النبي صلى الله عليه وآله كان في عالم الدنيا. كم رواية تعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر بما كان يجري في عالم الجنة والنار؟ العالم، بعض الروايات حتى العامة نقلوها. النبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى البقيع، كلم الأموات، قال لأصحابه: الآن الأموات هكذا يجيبون. من أين كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هو كان في عالم الدنيا، الأموات في عالم البرزخ، عالم ثاني، حجاب ضخم ضخم جدا، باب مغلق بين العوالم. هذه الرواية حتى بعض العامة نقلوها. لا علينا بما يعتقدون، ولكن أقول هذه الرواية حتى العامة نقلوها، عندنا موجودة هذه، وفي أكثر من موقف، القضية لم تكن في موقف واحد. لا أبالغ إذا قلت عشرات الروايات التي سمعناها أو قرأناها في المصادر تشير إلى هذا المعنى، ولكن الإنسان أحيانا لا يكون ملتفتا إلى هذا الجانب في الحديث الشريف. الإمام أبو الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام دعا يوما من الأيام، دعا الحسن بن علي الوشاء، أحد الشخصيات المرموقة جدا، أحد كبار الفقهاء من وجوه هذه الطائفة. الإمام آنذاك كان في مرو في خراسان. جاء الحسن بن علي الوشاء يقول، فقال لي الإمام أبو الحسن الرضا، مضمون الرواية، رواية سمعتموها حتما أو أكثركم سمعتم هذه الرواية، رواية مشهورة، نقلها محمد بن جرير الطبري في دلائل الإمامة، مناقب ابن شهراشوب، مصادر أخرى أيضا. فقال الإمام أبو الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام له، الحسن بن علي الوشاء، قال له: اليوم، مضمون الرواية الشريفة، اليوم مات علي بن أبي حمزة البطائني الذي أخذ الله العالم كم شخصا أخذهم إلى نار جهنم، انحرف وحرف معه بسبب أموال الدنيا. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قال له الحسن بن علي الوشاء، قال له: اليوم مات علي بن أبي حمزة البطائني، ودفنوه في هذه الساعة. اليوم مات صباحا، قبل، بعد، دفنوه الآن في هذه الساعة. فجاءه ملكا القبر
فسأله قال له: من ربك؟ قال: الله ربي. قال: ومن نبيك؟ قال: محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: وما دينك؟ قال: الإسلام. قال: وما هو كتابك؟ قال: القرآن. قال: فمن وليك؟ قال: علي. كان يقبل إلى الإمام موسى بن جعفر ثم انحرف. قال: ثم من؟ قال: ثم الحسن. قال: ثم من؟ قال: ثم الحسين. قال: ثم من؟ قال: ثم علي بن الحسين. قال: ثم من؟ قال: ثم محمد بن علي. قال: ثم من؟ قال: ثم جعفر بن محمد. قال: ثم من؟ قال: موسى بن جعفر. قال: ثم من؟ يقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: فتلجلج لسانه فأعاد عليه السؤال: ثم من؟ سكت فضرباه بمقمعة من حديد اشتعل قبره نارا إلى يوم القيامة. العياذ بالله تعالى. الرواية تذكر في مجال العقيدة. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في مرو علي الحسن بن علي الوشاء يقول: خرجت من عند الإمام عليه الصلاة والسلام فكتبت اليوم والساعة، فمضت أيام وأيام حتى جاءت كتب الكوفيين يخبرون بأنه في نفس ذلك اليوم مات علي بن أبي حمزة، وفي نفس الساعة التي أخبر بها مولاي وسيدي أبو الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام أنه دفن، في نفس تلك الساعة دفن. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يعيش في مارو في خراسان، علي بن أبي حمزة البطاني هلك في الكوفة. علي بن أبي حمزة البطاني دخل في عالم البرزخ، الحجاب الضخم بين عالم الدنيا وعالم البرزخ. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أخبر في نفس تلك الساعة بما يجري في مكان بعيد. في ذاك الزمن لا اتصالات، لا شاشات كمبيوتر، لا واي فاي، المكان سهل. أخبر عما يجري في عالم ثاني. هكذا سأل، هكذا أجاب، هكذا سأل، هكذا أجاب، ثم سكت. الحجب أمامنا، أمام أهل البيت لا توجد حجب. حجب خب، الروايات كثيرة في هذا المجال. يوجد دليل من القرآن الكريم؟ طبعا كلام أهل البيت، كلام رسول الله وأهل البيت وحي، إن هو إلا وحي يوحى. بالضبط حكم كلام رسول الله وأهل البيت حكم القرآن بالضبط. لأنه وحي، إن هو إلا وحي يوحى، نص القرآن الكريم. ولكن هل يوجد في القرآن الكريم؟ نعم، في القرآن الكريم أيضا توجد آيات قرآنية. وقل اعملوا، كم مرة قرأنا هذه الآية؟ فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الآية تصرخ، الآية ترفع صوتها بأعلى درجات رفع الصوت، تقول للناس: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآية خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وآله، أين القيد؟
يعني إذا كان النبي في عالمنا يرى أعمالنا، أين هذا؟ هذا من أين؟ هذا التقييد من أين؟ هذا فقط خاص بالأشخاص الذين كانوا في زمن النبي، لا حتى الذين كانوا قبل ولادة النبي صلى الله عليه وآله، حتى الذين يأتون بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. واللطيف في هذه الآية المباركة، بعض الآيات القرآنية التي ذكرت شيئا لله عز وجل ولرسوله ولأهل البيت، بعض الآيات القرآنية جاءت كررت الفعل مرة أخرى لبيان وجود فرق بين الله عز وجل وبين رسوله وأهل البيت. اللطيف في هذه الآية هذا التكرار ما صار، يعني الله عز وجل ما قال فسيرى الله عملكم وسيرى رسوله، ما كرر الفعل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، الفعل تكرر لبيان أن الإطاعة بيان جانب خاص. بعض الآيات لا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ماكو إنما وليكم الله ووليكم رسوله، بعض الآيات ما كررت. هذا معناه أنه نفس الشيء، نفس الشيء لا أقصد أنه العلم ذاتي، لا، العلم الذاتي خاص بالله عز وجل، ولكن الآية تقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ما كرر الفعل. لا، دلالة كبيرة جدا هذه. تكفيك هذه الآية؟ آية أخرى أوضح جدا واضحة. لا علينا بالآخرين، الآخرون وضعهم وضع ثاني. الله عز وجل، علينا بالآية القرآنية، الله عز وجل يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذا ليس كلام أحمد الشيرازي، هذا كلام الله عز وجل. أحمد الشيرازي يقول كلام صحيح باطل، هذا كلام الله عز وجل. الله عز وجل يقول وكل شيء، كل شيء يعني ماذا؟ يعني كل شيء إطلاق وعموم، إطلاق الشيء عموم كل، شمول وشمول. يقول وكل شيء أحصيناه، كل شيء يعني كل شيء في الدنيا؟ لا، يعني كل شيء هو في عالم البرزخ، الإمام المبين هو في عالم البرزخ من الناحية الظاهرية، كل شيء في عالم البرزخ أحصيناه في إمام المبين؟ لا، وكل شيء يعني وكل شيء. جانب من العلم، العلم بكل شيء، هذا جانب من كل شيء أحصيناه في إمام مبين. هو في عالم الدنيا يعرف تفاصيل ما يجري في عالم الذر، في عالم الأصلاب، في عالم الأرحام، في عالم البرزخ، في عالم الجنة والنار. في ذلك الوقت فقط، لا، ما جرى وما يجري وما هو جار في المستقبل. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، مما يدل على ذلك الروايات الشريفة التي تبين، الروايات الصادرة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام بعد استشهاد النبي بعشرات السنوات، بعد استشهاد أمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما بعشرات السنوات، التي تبين أن هذه الآية المباركة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه الآية المقصود النبي، المقصود أمير المؤمنين، هذا بعد استشهاد النبي، يعني بعد انتقال النبي من الناحية الظاهرية إلى عالم البرزخ. الكلام جدا واضح، يعني العوالم لا تحجز النبي صلى الله عليه وآله، لا تتصور أنت في عالم الدنيا النبي في عالم البرزخ لا يراك. أقرأ لكم بعض الروايات الشريفة بسرعة، طبعاً الروايات في هذا المجال متواترة متواترة متواترة، راجعوا فقط بصائر الدرجات حتى ترون العشرات من الروايات، عشرات
عن الإمام أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الأعمال على رسول الله. من يقول؟ الإمام الصادق. الإمام الصادق متى كان؟ كان بعد ما يقارب من قرن بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. هذه الرواية الشريفة لعلها قالها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بعد أكثر من قرن من استشهاد النبي صلى الله عليه وآله. قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله، أعمال العباد كل صباح أبرارها وفجارها. لعله هذا بدل عن الأعمال، لأن الأعمال أيضا يطلق عليها الأبرار والفجار، لعله أبرارها وفجارها، فاحذروها، وهو قول الله تعالى: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في حديث شريف آخر، هذا الحديث عجيب، هذا الحديث قرأته لكم لعله قبل فترة قريبة بمناسبة ثانية، عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال: ما لكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال رجل: كيف نسوؤه؟ نحن ندخل الحزن، ندخل الشيء السيء إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله، كيف؟ النبي الآن في عالم البرزخ، أنا في عالم الدنيا. فقال رجل: كيف نسوؤه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك، فلا تسوؤوا رسول الله وسروه. أدخل السرور إلى قلبه بأعمالكم الصالحة. هذا جانب مرتبط بأعمالنا. جانب النبي آنذاك أين كان؟ في عالم البرزخ، كان من الناحية الظاهرية. الآن أنا أنت إن شاء الله نعمل إن شاء الله أعمال صالحة. النبي صلى الله عليه وآله يفرح، العياذ بالله، العياذ بالله، بعيد عنكم، شخص يعمل عملا سيئا النبي صلى الله عليه وآله يحزن، يعني مطلع. عبد الله بن أبان يقول الإمام أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام: أدعو الله لي ولأهل بيتي. طلب الدعاء من الإمام، فقال عليه الصلاة والسلام: أولست أفعل؟ والله، تتصور أني لا أدعو لك؟ والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة. قال الرجل: فاستعظمت ذلك، أعمالي، الإمام مطلع على أعمالي، أنا في بيتي أعمل عمل، الإمام عليه الصلاة والسلام مطلع على أعمالي، فاستعظمت ذلك. فقال لي: أما تقرأ كتاب الله؟ هو استغرب أن الإمام عليه الصلاة والسلام مطلع على أعماله. الإمام قال: لا، القضية ليست أنا فقط، القضية ليست عندي فقط، عند غيري أيضا. فقال لي: أما تقرأ كتاب الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو والله علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. من يقول؟ الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، الذي كان فترة إمامته الظاهرية قريب 200 من الهجرة. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام استشهد سنة 40 للهجرة، يعني قبل قرن ونصف تقريبا، هو في عالم البرزخ من الناحية الظاهرية أمير المؤمنين. الإمام الرضا يقول: لا، الآن يراك، لست فقط أنا أراك، أمير المؤمنين يرى عملك. في حديث شريف عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام في ذكر هذه الآية، نفس العبارة عند الإمام الباقر: هو والله علي بن أبي طالب. في صحيحة الوشاء قال: سمعت الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن الأعمال تعرض على رسول الله أبرارها وفجارها. في صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله عليهما قال: إن أعمال العباد تعرض على نبيكم كل عشية الخميس. الأعمال تعرض على رسول الله وعلى أهل البيت يوميا، صباحا ومساء، عرضا إجماليا، تعرض في الأسبوع مرتين عرضا تفصيليا، في يوم الاثنين يوم الخميس في الأسبوع. إن أعمال العباد تعرض على نبيكم كل عشية الخميس، فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيه العمل القبيح. وروايات وروايات وروايات.
لو أردنا أن نمثل مثالا، مثال مبسط ذكر المحسوس لفهم المعقول، أنت جالس في غرفة مغلقة لا تعرف ماذا يجري خارج هذه الغرفة المغلقة، شخص آخر جالس في نفس تلك الغرفة، في مثل تلك الغرفة، ولكن أمامه شاشات يطلع على أماكن كثيرة. كمثال أقول، المثال يقرب من جهة ويبعد من جهات، أنت الجدران تمنعك من الاطلاع على خارجها، هو الجدران لا تمنعه من الاطلاع على خارجها، هذه الجدران لك ليست له. كمثال، الموانع الموجودة أمامنا ليست موجودة أمام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. على مشارف الذكريات السعيدة العطرة الكربلائية، ذكريات مواليد عظماء البشر، ذكرى ميلاد شمس كربلاء سيد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين، ذكرى ميلاد شمس حملة كربلاء الإمام علي بن الحسين زين العابدين، وذكرى ميلاد مواليد أقمار كربلاء أبي الفضل العباس علي الأكبر، السيدة رقية بنت الحسين صلوات الله عليهم في الأسبوع القادم والأسبوع الذي بعده. أبارك لكم هذه الذكريات السعيدة. هناك كلمة يلزم أن نتأملها كثيرا في دعاء وارد عن الناحية المقدسة يدعى به في كل يوم من شهر رجب، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. هذه الكلمة تحتاج إلى تأمل. نقرأ هذا الدعاء، كثير منا نحفظ هذا الدعاء، الدعاء الذي أمرنا من قبل الناحية المقدسة على مشرفها آلاف التحية والثناء أن ندعو بهذا الدعاء في كل يوم في شهر رجب. اللهم أني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك، المستبشرون بأمرك، الواصفون لقدرتك، المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبآياتك وعلاماتك وبعلاماتك ومقاماتك أن تصلي على محمد وآله وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وتثبيتا. اللهم زد في قلوبنا حب محمد وآل محمد وبغض أعدائهم، زد لنا معرفة بهم، زد لنا طاعتنا لهم، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.